كيف تنجو من سمكة قرش؟ مبدئيا كده لازم تتجنب السباحة في الأماكن اللي فيها أسماك القرش، لكن لو حصل وهجم عليك سمكة قرش اوعى تجري لأنك هتطرطش مية في كل مكان عشان ما تلفتش انتباه القرش. لو كنت غطاس استخبى ورا الشعب المرجانية، ولو كنت في مية ضحلة ورجلك على الأرض حاول ترجع بالراحة ناحية الشط، ما ترفعش عينك في عين القرش عشان كده القرش هيحس إنك عايز تهاجمه وساعتها هينفخك، وما تعملش نفسك ميت عشان مش هيسيبك. ولو هجم عليك وجه له لكمات وضربات للأماكن الحساسة زي مقدمة الراس والخياشيم والعينين، وبعد عن تحت الأنف أو الفم عشان ما يعضكش. استخدم أي حاجة صلبة معاك اضربه بيها عشان تعيق حركته زي الكاميرا أو الصخور اللي في المية لإبعاده.